كتعرف دوك الناس اللي كل ما تلاقيتيهم فايوات ما يشارجوا لك الباتري ديالك والطاقة كيخويوها لك، كتكون عندك واحد الطاقة صغيرة كتبغي تحافظ عليها كيخويوها لك. وي انا كنهضر على الانسان السلبيين والمحبطين، هاد الناس اللي ماشي فقط غادي يحيدوا لك الثقة في النفس ديالك وما يخليوكش تطور، بل الا طولتي معاهم بزاف في العلاقة غادي يبدلوا حتى الطريقة ديال التفكير ديالك وكيفاش الشخصية ديالك تكون. باش تعرفوا الخطورة ديال التعامل مع هاد الناس، في هاد الفيديو غادي نوري لك بالضبط كيفاش تتعرف على الإنسان المحبط والسام، كيفاش تبعد عليهم، وبالضبط كيفاش تجاوبهم، شنو الهضرات اللي لا قلتيها لهم غادي تخرج على السيستم ديالهم كامل وما يقدروش يأثروا عليك. اذا وجد راسك حيت غادي نبداو دابا. احسن جواب على العدو ديالك هو ما تشبهلوش. هذه واحد الهضرة قالها ماركو أوريليو، وبها غادي نبدا الفيديو. غادي نعطيك واحد الحاجة غادي تصدمك ويمكن ما كتفكرش فيها بزاف. أهم حاجة في حياتك اللي كتسالى هي الوقت، غادي تموت، يعني حافظ على الوقت ديالك، ما تضيعوش مع الناس اللي ما كيستاهلوش. وهنا كنهضروا على الإنسان السلبي وعلى العلاقات السامة اللي كتخويك من الذات ديالك. تفهمنا؟ نصيحة اللي كنعطيك هي بعد قطع العلاقة مع هاد الناس، باستثناء بطبيعة الحال المقربون، وهنا كنهضر على العائلة. في آخر الفيديو بقى معايا باش تعرف السر والأسرار اللي غادي تمكنك من التعامل مع هاد الإنسان السلبي اللي في العائلة، كيفاش تعمل معه. ولكن عموما بعد أخويا أختي، بعدوا على الإنسان السلبي حيت غادي يدمركم حياتكم. دابا غادي نبدا نعطيكم أهم النقط باش تعرفوا الناس السلبي، ديتكتيهم، تعرفوا تتعاملوا معهم، وتعرفوا تجاوبوهم على بركة الله. أولا الناس اللي كيتشكاو، كاين شي ناس سبحان الله كيتشكاو من أي حاجة، كيتشكاو من الحكومة، كيتشكاو من بنادم، كيتشكاو من الطاكسي، كيتشكاو من البوليس، كيتشكاو من أي حاجة. هادو من أخطر الناس السلبيين اللي كيأثروا على النفسية ديالك، وإذا تلاقيتهم في الصباح تأكد أن النهار ديالك غادي يدوز كحال أخويا أختي. انا يلا عاد كنت مشيت للفارماسيا شريت شي لعيبات، وداك مول الفارماسيا سبحان الله جلست معاه 5 دقائق وبدا، وشركه الدواء وكيغليو علينا الكليان كيجي اخويا ما فهمتش انا هاد كي سميتو الضرائب غلاو عليا، مهم مشكله. دابا انا باش نمشي معاه في اللعب ديالو قلت له وياه مشكله هادي، وبدا مشكله اخويا فهمتيني، اقسم بالله الا خرجوا عليا. ها شنو بغيت نوصل لكم، انه الناس اللي كيتشكاو ملي كيلقاو شي واحد كيمشي معاهم في الخط ديالهم كيزيدوا يتشكاو. عرفتوا علاش؟ حيت ما بغاوش يلقاو الحلول لراسهم، حيت الى لقاو الحلول لراسهم ما غاديش يبقاو يتشكاو، وهما في الشخصيه ديالهم خصهم يتشكاو. مثلا السيد جراو عليه من الخدمه، لا السبب هو المدير العمال حسدني ظلمني. مثلا السيد ما خدامش، لا والسبب هي الحكومه والدوله ما كتعاون الشباب. دائما كاين شي سبب، هما عمرهم مسؤولين على المصير ديالهم، هما ضحايا، دائما ضحايا، وغادي يعيشوا دائما
على شكل ضحايا. هاد الناس خطيرون بزاف اخواني، وحاولوا تبعدوا عليهم. في اخر الفيديو غادي نقول لكم كيفاش تتعاملوا معهم، شنو تقولوا لهم، والنتيجة ديال هاد الهضرة اللي غادي تقولوا لهم دابا ما يمكنش تصوروها. بقاو معايا لاخر الفيديو. ثاني نوع الاشخاص السلبيين هما اللي كينتقدوا اي حاجة، كينتقدوها، كينتقدوا فيك دايما الحاجة الخايبة، ما كيشوفوش الحاجة المزيانة، كيشوفوا غير الحاجة السلبية. يلا عاد قريت واحد الجملة في واحد شتها في واحد الكتاب، زعما عقلت عليها مزيان وبقات لي مرسخة هنايا. قال لك الفكرة اللي كنديو على شي واحد هي الفكرة اللي عندنا على روسنا. فهمتوا؟ انا غادي نشرح. الى مثلا شي واحد كيهضر لكم خايب على شي واحد اخر اللي نتوما ما كتعرفوهش، فحضيو روسكم، ممكن هاد الانسان اللي كيعاود لكم هاد الشي يكون هو اللي فيه المشكل. وحاجه اخرى، الى الانسان معايا كيهضر وكينتقد في شي واحد اللي ما كاينش، فمية في المية اللي غادي يتفارق معايا غادي يهضر فيا. لذلك حضروا راسكم ملي كتعاملوا مع الانسان اللي كينتقد بزاف. وهنا غادي ننصحكم واحد النصيحه اخويه، ما تنتقدوش، راه ربي خلق الجمال، ان الله جميل يحب الجمال. شوفوا الحوايج المزيانين، شوفوا الحوايج الايجابيين، لان داك الشيء غادي يرجع غادي ياثر عليكم بصفه بطريقه غير مباشره، حتى انتوما غادي توليو ايجابيين. الا شتو كل شيء ايجابي انتوما غادي تكونوا ايجابيين، والحياه ديالكم غادي تطور. هنا غادي ننصح اي اخت واي اخ دخل على شي علاقه عاطفيه، خطوبه مثلا، يسول داك الانسان الاخر واحد السؤال، الا كان ديجا عنده شي علاقات يسولو على لي زيكس ديالو، يعني خطيب سابق او خطيبه سابقه. اذا هاد الانسان بدا كيهضر بواحد الحرقه، بواحد الكراهيه على داك الانسان، غادي تعرف بانه شي حاجه ماشي تما. فخذ الحذر ديالك، والنصيحه هي بعد، قبل ما تدخل في علاقه سامه اللي غادي تاثر على حياتك كامله. دابا غادي نعطيك شي نويطات، شي لعيبات، شي نقط باش تعرف هاد الناس السلبيين قبل ما تدخل معاهم في شي علاقة عاطفية، ولا علاقة عمل، ولا علاقة اجتماعية. اول حاجة ما كيبتسموش، تعيا معاهم، عندهم الفم داير هكذا، واخا تعيا ما تضحك فيهم ما كيبتسموش، دايما معبسين. ماشي كنقول انه اللي ما كيبتسمش انسان سلبي اوتوماتيكمون، لا، ولكن اللي كيبتسم ما كيكونش سلبي. ثانيا شوف كيفاش كيتعاملوا مع الوالدين ديالهم. الا بغيتي تحكم على شي واحد كيفاش غادي يتعامل معك مستقبلا، انا سيرتو كنهضر على الناس اللي غيدخلوا في علاقه عاطفيه، فاول حاجه شوف كيفاش كيتعاملوا مع الوالدين ديالهم، حيت كيفاش كيتعامل هاد السيد ولا هاد السيده مع الوالده ديالو ولا مع الوالد ديالو غادي يتعامل معاك. ديها من عندي. ثالثا، هاد الناس السلبيين والسامين دائما كيقولوا لك انه داك الانسان اخر اللي سلبي. الا سولتي شي واحد ولا كاع ما سولتيه عجبتي له الهضره على شي واحد اخر ما كاينش وقال لك انه سلبي وسام، فتأكد أنه هو السام وهو السلبي، فحذاري. النقطة الرابعة باش ديتكتي هذا الإنسان السام، فهي ما تعتمش دائما على الحس ديالك. سول أصدقاء، سول عائلة، مثلا سولهم شنو كيبان لك هذا السيد، كيفاش كتشوفه،
التعامل ديالو، حيت حنا ملي كنكونو داخلين في واحد العلاقة حوايج اخرين ما كيبانو لناش، خصنا نديو نظرة شي واحد اللي خارج العلاقة باش يعطينا واحد النظرة موضوعية ومحايدة. هذه مهمة ومهمة بزاف. هذا الشيء غادي يدينا للنقطة رقم 4. شنو غادي دير إذا كنت مغرم ولا مغرمة بإنسان سلبي أو سام؟ أول حاجة هي سول العائلة ديالك أو الأصدقاء المقربين، شوف النظرة ديالهم كي دايرة. ما غاديش تكون هذه هي النظرة اللي غادي تعول عليها باش تقرر واش تبقى مع السيد أو السيدة أو تفارق معها أو معاه، بل غادي تعطيك واحد نظرة موضوعية. هذا الشيء تطرقت له في النقطة السابقة. والحاجة الأخرى اللي هي مهمة أيضا باش تعرف فين ماشي بهذه العلاقة، حاول ترجع أو حاولي ترجعي الأول كونتاكت، أول لقاء مع هذا الإنسان ولا الإنسانة. شوف الحاسة ديالك شنو قاتلك في ديك الساعة، شوف شنو هو الشعور ديالك، واش هاد الإنسان سام واش سلبي. حاول حتى هاد الإحساس الأول يرجع لك دابا للعقل ديالك، وحاول تدي عليه، لأنه دائما غالبا الأحاسيس الأولى، وكنأكد على الأولى، كتكون صادقة. ما تنساوش هاد الشيء، حيت هو أيضا من الأمور اللي كتعطيه واحد النظرة، كتعطيه واحد الرأي اللي نقدروا نتبازاو عليه باش نكملوا مع شي شخص ولا نبعدوا. نقطة رقم 5، حتى هذه مهمة بزاف. مش حال ما احنا غاديين في الفيديو غادي يبانوا شي حويجات اللي كنتو غافلين عليهم. هاد النقطة هي الحميمية. هنا غنأكد على واحد الحاجة مهمة بزاف. الإنسان السام كل ما كان عنده حميمية أكتر معاك، كتبان السمومية ديالو، كيبان الإحباط، كيبان داك الشر اللي فيه وديك الطاقة السلبية اللي فيه. حيت الإنسان اللي كيكون معاكم في مجتمع، اللي كيكونوا العائلة، كيكونوا الأصدقاء، التعامل ديالو ماشي هو التعامل اللي كتكونوا في الدار بين الحيوط. تما كيبان على الحقيقة ديالو، وتيقوني راه شي مرة كيبان الشيطان في صورة إنسان، فحذاري. لذلك حكموا على الإنسان سورتو على شريك الحياة، حكموا عليه بل في كيفاش كيتعامل في الحميمية بيناتكم جوج، ماشي ملي كيكون في واحد المجتمع مفتوح كل شي كيشوف، حيت كيعجبو يزوق راسو. نقطة رقم 6، هنا غادي نوصلوا لواحد المرحلة متطورة في الفيديو واللي غادي تفيدكم بزاف، او غادي تبعد عليكم بزاف ديال النتائج الكارثية في العلاقة مع الانسان السام. لانه دوك الانتقادات او الشتم ممكن، او دوك العبارات السلبية اللي كيبقى يطلق لكم الانسان السلبي بين الفينة والاخرى، راه كتغلغل في المخ ديالكم، راه كتأثر على الشخصية ديالكم، على الثقة في النفس ديالكم. وهنا كنهضر بصفة خاصة على النساء. إخوتي، الحاجة الخطيرة هي أنه هذا الجو السلبي غادي يأثر على المشاريع ديالكم، على الخدمة ديالكم، وأخطر حاجة على الصحة ديالكم النفسية والجسدية. هذا أخطر نتائج اللي كتنجم على العلاقة السلبية مع إنسان سام ومحبط، فحذاري. هنا غادي نوصلو للب ديال الفيديو. دابا انت ولا انتي
ملي كتستقبلوا هاد الكلمات المحبطة، هاد الشتائم، هاد الانتقادات من هاد الإنسان السلبي، هاد الإنسان المحبط، كتفكر مع راسك كتقول أنا شنو درت؟ شنو درت شي حاجة درتها ماشي هي هاديك باش نستاهل هاد الشي؟ أنا غنجاوبك، أنت ولا أنت ما درتي والو. المشكل في الإنسان المحبط السام والسلبي، ماشي فيك انت. دابا في واحد الحرب اللي ما بديتيهاش، باش تفهم ولا تفهمي ايتها الضحية شكون هو المسؤول وشكون هو الضحية ديال هذه العلاقة. لانه الانسان السلبي كيعرف يختار الكلمات، كيعرف وقاش يقولها، حيت كيعرف النقاط ديال الضعف ديالك، كيعرف منين يجيك باش يتحكم فيك، باش يستفزك، باش تغضب، باش تطور، باش يخرج أسوأ ما فيك. ودابا غادي نعطيك ثلاثة د الحوايج اللي إلا جاوبتي بهم هاد الإنسان الشخص السلبي المحبط، كنأكد لك أنه غادي تخرج عليه، ما يقدر يدي منك والو، غادي يبقى غير كيشوف. هاد ثلاثة ديال الحوايج هما هادو. أول حاجة، ملي هاد الإنسان السلبي والمحبط يجي يعطيك ديك الشحنة السلبية ديالو، جاوبه بواحد الجواب إيجابي. مثلا جا السيد من الخدمة، تسولو أو تسوليه كي داز النهار ديالك سي فلان، وغيبدا النهار داز الروينة، المشاكل، المدير دار معايا الدبز معايا، انا هو اللي كنخدم في ديك الشركة، ملي رجعت عاوتاني واحد الترونسبور، واحد الزحام، واحد الحالة. هنا الجواب ديالك هو يكون مغاير لديك الشحنة اللي بغى يعطيك هو. يسولك مثلا وانت النهار ديالك كيفاش داز، غادي تجاوبيه او تجاوبو؟ انا كنهضر بهاد الصفة بان الرجل والمرأة على حساب الطرف الاخر واش رجل ولا امرأة، غادي تجاوبيه؟ انا كنهضر على النساء، غالبا النساء حيت هما اللي كيكون الاغلبية كيكونوا الضحايا ديال الاشخاص السلبيين. وهذا ما كيعنيش انه الرجال ايضا ما عندهمش اشخاص سلبيين نساء في حياتهم. هنا ملي غادي يسولك وانت النهار ديالك كيفاش داز، غادي تجاوبيه؟ انا زعما نقدر نقول لك النهار ديالي خايب، ولكن غنكذب عليك، انا فاق في الصباح الحمد لله، الشميشة، درت الخدمة ديالي، مشيت قضيت الغرض ديالي، تلاقيت صاحبتي، تلاقيت العائلة ديالي، كنحمد الله على هاد النعم اللي راحنا فيها، هاد الأمن، هاد البلاد، هاد العالم اللي عايشين فيه، احنا حرية، الحمد لله عندنا الحرية. اللي بغيت نوصل له من هاد الشيء، انتم زيدوا من عندكم، اللي بغيت نوصل هو السلبي ملي كيعطيك واحد الشحنة سلبية أو محبطة، ملي كتجاوبه بواحد الجواب اللي فيه إيجابية، راه بحال اللي كتصرفقو، ما كيعرف ما يدير، كيسكت، ما يقدرش يجاوبك، حيت هذا هو لونتيدوت ديالو، هذا هو الدواء ديالو. النقطة الثانية، جاوبي بفكاهة. مثلا غاجي الراجل ديالك من الخدمة باغي يجبدك، لقاك راش قالك مثلا، او لا كان معاك في الدار وشاف شي حاجه، مع المهم هو في الراس ديالو ما عجبتوش، وقال لك انت كارثه، انت ما كتعرفي ديري والو، لا حول ولا قوه الا بالله. انا غادي تجاوبيه، ويا داكشي اللي قالت لي الوالده ملي كنت صغيره، واحد المره سقطت في الامتحان، جبت معايا الورقه النتيجه، ملي شفتها قالت لي انت راه ما كتصلح لوالو، انت كارثه. وانا مشيت للكوزينه كانت معايا ديك الورقه، ونسيت العافية وتشعلت فيها، وشعلت في العافية في الكوزينة، ثم عرفت بأنه نيشان أنا كارثة. شفتي يا أختي شنو بغيت نوصل لك؟ ديك الشحنة اللي بغى يعطيك هاد الإنسان السلبي
باش يطيح لك المورال رديها له بسخرية، عدم مبالاة، وهنا غتكوني تفوقتي عليه وغلبتيه بالبرودة ولا مبالاة. كنأكد على اللامبالاة. ملي وصلنا لهاد المرحلة ديال اللامبالاة، هنا ملي كتجاوبيه بواحد اللامبالاة، فانت كتعطي لهاد الانسان السلبي واحد الميساج انه الحوايج السلبية ما عندي ما ندير بهم، انا انسانة ايجابية، انا انسانة باغية الحاجة الزوينة في الحياة. وهنا غادي نعطيك واحد من الاسرار اللي مع الوقت غادي تكتشفيها. التجارب، الانسان السلبي ما يقدرش يصبر بزاف مع انسان ايجابي. الا انت مثلا دابا باقا صابرة على قبل الوليدات، على قبل وقفة، على وقفة ماديا عليه بزاف الحوايج، وصابرة وكتحاولي تصبري على هاد الطاقة السلبية وهاد الانتقادات ويمكن الشتائم وممكن العنف، فتكوني واثقة لأنه مع الوقت هو غادي يسمح في هاد العلاقة. علاش؟ لأنه الإنسان السلبي خصو يتلاقى مع إنسان سلبي حتى هو، كتسمى واحد الغيترو أليمونتاسيون، واحد كيكمل الآخر. ميمكنش يبقى إنسان سلبي على المدى الطويل في علاقة جادة مع إنسان إيجابي، ما كيتفهموش، ميمكنش. هنا كنوصلو لآخر نقطة، وهي من اللي هاد الشخص السامو السلبي من العائلة، يعني إنسان مقرب. أنا ما عندك شي حل آخر إلا أنك أو تواجه أو تواجهي المشكل فاس. بالإمكان أنك توجهي استشارة نفسية باش تعاوني هاد الإنسان إلا كان باغي تعاونيه أو يتعالج. إلا ما بغاش، فالحل الوحيد هو أنه يتحمل المسؤولية ديالو. أنتي ماشي مسؤولة على التصرفات وعلى الطاقة السلبية ديال شي واحد آخر، واخا يكون من العائلة. هو يتحمل المسؤولية ديالو، وهو يقلب على الطرق باش يتعالج، لأن ديك السلبية مع الوقت كتولي مرض، يقدر يكون عصبي، يقدر يكون نفسي. فالنصيحة ديالي هو هربي، بعد على هذه العلاقة، ما تكملش، ما تكمليش، واخا يكون اللي كان، لأنه أهم حاجة هي الشخصية ديالك. حنا كنتولدوا بوحدنا، كنموتوا بوحدنا، وفي المسيرة ديال الحياة كنتعايشوا مع ناس آخرين. يعني خص دوك الناس الآخرين يكونوا متوافقين مع طريقة التفكير ديالنا وطريقة الحياة ديالنا وشنو الأهداف اللي باغين في حياتنا. حتى لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى أنه يكون عجبكم. لذلك أنا بغيتكم تشاركوا معايا التجربة ديالكم، الآراء ديالكم في التعليق، أنا كنقراهم كاملين. وحاجة أخرى، إلا عجبك الفيديو دير لايك، كيديلك 3 ديال الثواني، ولكن أنا كيبين لي أن المحتوى اللي كندير والجهد اللي كندير عنده واحد الإقبال. وإلا كنت أول مرة كدوز أو كدوزي على القناة ديالي، ففاعل الجرس واشترك، لأنه إن شاء الله القادم أجمل. تحياتي، كان معكم نعمان زريوح، في أمان الله.